منصور الحربي بتمريرة باتجاه عبد الوهاب، وعبد الوهاب يمرر الكرة واصل المنتخب السعودي ممتازة. الكويكبي إلى مهند وعسيري من أول لمسة ممتازة يسجل هدف ثالث للمنتخب السعودي من لمساته الأولى في المباراة، يتمكن من تسجيل الهدف الثالث. مهند عسيري برافو يا ولد يا لعيب. مهند عسيري يؤكد على جاهزيته إلى أن يكون متواجدا دائما وأبدا إلى جانب الأخضر متى ما أراد ذلك سيد بيتزي، فإن مهند عسيري قادرا على أن يحقق الكثير للمنتخب السعودي. هدف ثالث رائع جدا بعد تفاهم عالي ما بين الكويكبي ومهند عسيري. حقيقة الاثنين مشاركتهم كانت مميزة في شوط المباراة الثاني. غالبا الكويكبي مشاركته كانت رائعة من البداية، واضح حقيقة الأثر الإيجابي لمشاركة الكويكبي في شوط المباراة الثانية. الآن عسيري